محور زوج محاور بالنسبه للبلدي والجماعه. عندنا اربعه المستشارين خديجه والسي بوجمعه بدائره وسلان وفي المكناس كاين وماشي هما جاو بسم الله وطلعوا عندك المجلس راه طلعوهم الشعب المغربي الشعب المكناسي ضحينا معاهم وسبقنا معاهم وقفنا معاهم وليداتنا بالفلوس ديالنا بجميع المحركات ديالنا وطلعوا للمجلس الله يوفقهم لخدمة لصالح العام ولصالح المواطنين. ولكن هذه مدة شهر 8 إلى يومنا هذا مع عمر السي المبروكي أو الأستاذة كريمة دخلت الحومة. الناس كيجيو كيعوطوا علينا على الضوء كيكون قطع كنوضو حنا كندخلو مع الوجوه كيجيب الله التيسير كنحلو المشاكل. شحال من كام يوم بعض المرة ما كيدخلش عندنا الحومة كيبقى تما حاجة النفايات بالنهار بيومين. كاين بعض المشاكل كيكون عند المواطنين المستشارين والو لا اقل ولا اكثر ما كيبحثوا ما كيقلبوا والو بحال اللي ما عمرو كان. ولهذا الموضوع الاجتماع كان عندنا مهيئ باش نستدعوهم واستدعيناهم باش يحضروا باش نتكلموا معاهم مساله قانونيه مساله حزبيه اللي غيلتزم بالضوابط ديال الحزب ويلتزم مع الاخوان والاخوات في النضال ضد الحزب فمرحبا به. اللي ما غيلتزمش معنا المكتب ديال الكتابه الاقليميه غيتخذ القرار ويدفع المسائل المكتب السياسي هو يتخذ فيهم القرار هاك ولا هاك. النقطة الثانية اجتمعنا باش نطلقوا في النضال ديالنا ديال الحزب. كاين واحد المكتب محلي في المدينة في مكناس خصنا نحاولوا نديروا تجديد فيه نحاولوا نهيكلوه حيت داكشي كان تكون بدون قانون. كان تنسيل العميل قبل ما تكون داكشي عرضنا وفعلا صاحبو داكشي ما هوش ركب على صواب خصنا نديرو فيه عين انتظار بدلو او ندخلو فيه تسليحات. ثم بعد ذلك غادي نطلقو في النضال ديالنا كلنا ما فيناش الفرق ما بين هذا امين ولا هذا رئيس ولا هذا مقرر حنا كلنا خد بحال بحال حنا هذاك الكاتب الاقليمي ولا مقرر ديالهم غير شرف الحزب اما حنا كلنا بحال بحال سوا ما كاينش الفرق ما بين هذا وهذا كلنا خصنا نكون بيد وحده في هذا الحزب. شنو عندك انا نشوف شنو عندي شنو هذا عند الحومه ديالو شنو عنده هذا ديال 25 سنه ديال الحزب خصنا نحضروا مكثفين تما نمشيو على الاقل بواحد 6 طوموبيلات ولا 5 باش نحضروا تما الوجود ديالنا باش نعطيو نظره مدينه مكناس لان راه عندها الوفود ديالها عندها المناضلين ديالها عندها الاخوان ديالها عندها الكتابه ديالها حاضره كما حضرت في المؤتمر في العيون ومثلت مكناس بواحد التمثيليه طيبه كذلك خصنا نمشيو ثاني لفاس ونحضروا بالوجود ديالنا بالاخوان ديالنا كاملين بالمناضلين بالاعضاء المجلس كاين الاكرام عليها اكرام يعني وفاء جابيب جيد 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 هما الاخوان ديال اعضاء المجلس الوطني وكانت مفخره تسنتي ليا بزاف ماشي غير شويه والحمد لله مكناس كتطور المناضلين ديالنا وحنا ما عندناش الصفات كيف كنقولوا المنتجين في الحزب حنا المناضلين في الحزب جينا باش نعاودوا اعاده الهيكله ديال الحزب وخا كانوا الاخوان شاعلين المشعل ديالهم من 1998 راه تبارك الله مفخره لنا باش كنردوا هاد المناضلين ديال الحزب. وغادي غادي 21 2001 الشيء اللي كان جديد ديال الكتب لحد الان لا شيء يذكر في التنظيم ما عدا محطه واحده اللي كانت هي محطه 8 9 2021 سكنا العدد من بعدها كان واحد الركود اللي ما استطعش نكتب ولو اجتمع واحد لا تقييم المرحلة انتخابات ولا تقييم المرحلة انتخابات برلمانية ولا جماعة ولا ما كانش عندنا تقرير نهائي للمرحلة. من بعد طلبنا باجتماع ديال المكتب اللي ما عقدوش المشكل واش في الكاتب المحلي اللي ما عندوش اي رغبه باش يجمع المكتب المحلي او لا المكتب ما كاينش. من بعد طلبنا عن طريق الاحتفال العالمي باش يدير واحد الاجتماع المكتب المحلي في الشهر 12 اللي نفس شو كاين نفس المجموعه ما كاينش اجتماع
ما يمكنش نبدأ الاجتماع لأننا عندناش قرايه. ما بداش. الحمد لله سيد الحاج اللي بعد الضربة ولا ناض الحمد لله على سي صدرو وقدرته على تحمل المسؤولية. لأن ماشي سهل أنه هذاك الصراع اللي دار معنا ديال الحمرية وديال كناست اللي تقريبا كل كعب المرحلة اللي دارت في تكوين مكتب إقليمي راه مدارتش بالساهل. مؤامرات نجيه اخرى باش ما يكونش هذاك المؤتمر اللي يمكن حضرته والحمد لله تبارك الله عليه وكنهنئوه بهذا سميتو واللي انا سميتو كنشوف المكتب المحلي ديال بوسنان اللي فيه ثلاثه الناس ولا اربعه في المكتب المحلي ديال بوسنان وهذا هو خطير تراب جماعة وما جابش المكتب اللي فيه 17 واحد اللي ما يلتزمش خصو يقدم استقالة. اللي ما خدامش يمشي بحالو، واللي ما كيمتلش المجلس يمشي بحالو، واللي ما عندوش طموح في الانتخابات وفي النظام يمشي بحالو. راه كاين أحزاب أخرى يمشي لهم، كاين يمشي يترشح بلا منتمي شغل هذاك، ولكن ماشي يجي ويبروكي. لا ما قبلاش. أنا بالك هكا داير، واللي بغى يركب السفينة مرحبا، واللي بغى يمشي يجي باتجاه آخر. No.